الغياب على التلفزيون هو اللي يعتبر غياب بالنسبة للجمهور العريض، ولكن الغياب على ساحة المسرح وعلى الركح ما كاينش غياب. يعني الناس اللي كتجي للمسرح وكتهتم بالمسرح راه كيتلاقاو معايا وكنتلاقى معاهم، كنقدم عروض مسرحية. أما فيما يخص الدراما المغربية أو السينما، نركزوا على الدراما المغربية. الحمد لله دابا كثروا المسلسلات والسلسلات وما إلى ذلك. يعني كنا من مسلسل جوج في العام، ولينا دابا تبارك الله وصلى على النبي راه 49 لو في كل ابيل دوفر. يعني اللي كاين ما عرفتش واش اتاحت الفرص او هي وجهه نظر مخرجين ومنتجين. اللي كنقول انا وقيلا ما كنعرفش نمثل، ولا تغيرت بصفتي، ولا فهمتي باغين شي وحدين باكسيه ما عرفتش. المهم انا مستمر في الفن. نعم كبرنا زعما باللون. لا حيت كبرنا راه محتاجين الكبار، محتاجين سميتو الكهول. المهم الكهول، الممثل كيبدا من بيبي حتى ل 90 سنه، فهمتي. كاين واحد هذا فيما يخصني ديال حتى كيكبر، كاين واحد الحادث تذكرته ديال واحد المخرج تونسي من اكبر، هو رضا باهي. رضا باهي كان صور واحد الفيلم مع ممثل امريكي، هذا الممثل معروف جدا، على فراش الموت، وهو على فراش الموت. يعني هذيك اللقطه فاش صور معاه هذيك لا سيكونس، يعني بزز باش كملها، ومن وراها تقريبا بسويعات وتوفى. يعني راه الفن او التمثيل يعني ما عندوش واحد الحد، فهمتي. نقدر نقول لك مثلا المسرح كيحتاج واحد الجهد بدني، كيحتاج واحد الانسان يكون بصحته، يكون واقف عن سيد سويت. واش وضعتوا اعمال وما تقبلاتش ولا شنو وقع؟ حنايا ممثلين، احنا ممثلين، انا ممثل، انا كنشخص ادوار. يعني كيكون الاختيار ديال توزيع الادوار كيتم عن طريق المخرجين، عن طريق المنتجين. يعني الا ما كنتش انا في الادوار الرئيسيه، نقدر نكون في الادوار نقولوا الدور الثاني، نقولوا الدور الثالث، نقولوا امبيتي، عرفتش. المهم على اي حال كنتمنى ان تكون واحد اتاحه الفرص من ناحيه ليزابيل دوفر، ما نقولش اتاحه الفرص للفنانه، فهمتي. استاذي على الكلام ديال الممثل الفنان السينمائي مؤخرا انس الباز اللي اثار ضجه، واش يعني ما رايك في الكلام اللي قال انس الباز؟ لانه نفس الكلام اللي كتقول انت غير هو بصيغه اخرى. وشوف انا دابا ما كنحددش، يقدر مثلا الفنان الاستاذ انس الباز اللي كنحترمه كذا يقدر تقلق بزاف وطلع ليه الدم، ماشي غير هو. يعني كاين بعض الفنانه اللي وقع لهم هكذا، يعني بون انا ما كنخرجش هكذا باش زعما ما غاديش نقول لك انني غادي نصرح بفلان وفلان وفلان. المهم تاع الفرص هي كتتم عن طريق ماذا؟ عن طريق الناس اللي كياخذوا هاد ليلو، يا اما تكون المنتج الرئيسي اللي هي لا سينيرتي ولا دوزام اللي هي المنتج الرئيسي، انها تتيح الفرص لشركات اخرى، او الشركات هذه نيت اللي التي مثلا لها لو غرولو اون كيكو سورت، هي حتى هي تساهم بهذه اتاحه الفرص. ماشي نبقاو حتى مثلا نضطروا اننا نتنيرفاو ونخرجوا هكذا بواحد العصبيه، وما نضطروش اننا نطلبوا نبداو حنايا وكذا ما خدمتش انا، فهمتي. دابا تقريبا شادي نقول لك شحال هذه، لا. المهم على كل حال انا بالنسبه لي الفن استمرار، فهمتي، هو البقاء للاصلح. كما الاسئله التي تطرح في الصحافه، لماذا كنختاروا اللي كيديروا الفلوغ ولا اللي كيديروا ليزانفلونسور وكذا؟ ماشي مشكل اللي كتلقاها في الجميع، ماشي مشكل. انا كنشبه هذه المسائل ديال مثلا لي ريزو سوسيو، هو اللي كان في مصر قبل، كانوا مثلا الراقصات كيجيبوهم كيديروا بهم افلام، فهمتي. حتى هما هذوك هذيك الوقيته كانوا ليزانفلونسور، هذاك لو كانوا كيجيبوا رياضيين، كانوا يجيبوا موسيقيين، كانوا كيجيبوا مغنيين. التخصصات اللي ما يمكنش تكون عند الممثل كنستعنوا بهم حتى الان. اي بيان سيغ ما كاينش مشكل، ولكن اللي كنقولوا حنايا البقاء والاصلاح. نعطي مثلا واحد اكزومبل، تحيه كاريوكا الله يرحمها كانت راقصه، ولكن عطاتنا ريبرتوار كبير في التمثيل. كنقول بان هاد الناس مثلا
امبليونسور يقدروا مثلا يجي وكذا سميتو، ماشي هما اللي مضيقين علينا حنا كممثلين. هاد لي امبليونسور لو بوت ديالهم انهم كيديروا عندهم اون شان، عندهم دي باج، عندهم متتبعين، ولكن لو بوت ديالهم دو فينيغ فيغ نو، انهم باش يجيو لعندنا حنايا. فهمتي عندنا حنايا علاش؟ لان حنا عندنا واحد الكاريير اللي هي بيان ديتيرميني، اون في دو تياتر، مشينا درنا التلفزيون، درنا السينما وما الى ذلك. يعني مرحبا بالجميع، غير هو البقاء والاصلح والاستمراريه. انا كنخدم على الاستمراريه، والاستمراريه ديالي فوق الركح، وكنتمنى ان الجمهور المغربي انه يجي لعندي للمسرح وما غاديش نخيبه. شكرا لك.